السلام عليكم. في أوقات كتيرة في الكمبيوتر انجينيرينج بيعدي علينا مصطلحات مش بنكون فاهمينها، أو فاهمينها فهم سطحي، أو فاهمينها نظري ومش عملي، أو عملي ومش نظري. في السلسلة دي هنحاول نفهم المصطلحات دي فهم متزن نظريا وعمليا، وهنحاول نمكنك منها ونخليك تكتسب خبرات جديدة. أول مصطلح هيكون معانا هو الكونتينرايزيشن أو الدوكرايزيشن. احنا سمعنا باز ووردز كتيرة جدا حوالين المصطلحات دي، هنفصصها كلها في السلسلة، تابعونا. فيديو النهاردة بيتكلم عن الكونتينرايزيشن والفيرتشواليزيشن، وهنفهم ازاي هما الاتنين تحت مظلة واحدة. سواء احنا هنتكلم عن الكونتينرايزيشن او الفيرتشواليزيشن، الاثنين لهم علاقه بالانفراستراكشر، والهدف اصلا من الكونتينرايزيشن او الفيرتشواليزيشن ازاي يخلوا الانفراستراكشر مش قطع كبيره بتتحرك مع بعض، ازاي يقسموها قطع اصغر ما يمكن عشان يستفيدوا بالانفراستراكشر دي ويخلوها اجايل. عشان كده السبتايتل بتاعنا towards an agile infrastructure. عشان نفهم الكونتينرايزيشن والفيرتشواليزيشن لازم نرجع بالزمن لورا شوية ونفهم ايه فكرة التراديشنال ديبلويمنت، وازاي هم يفكروا يحلوا المشاكل اللي موجودة ويوصلوا للفيرتشواليزيشن وبعدين يوصلوا للكونتينرايزيشن. فهنتكلم دلوقتي عن التراديشنال ديبلويمنت. ازاي كان التراديشنال ديبلويمنت بيحصل؟ كنا الاول بنشتغل على فيزيكال سيرفر وبنسطب عليه الاوبريتنج سيستم اللي احنا محتاجينه، او بنستخدم اوبريتنج سيستم كان موجود. بعد كده بنسطب عليه كل التولز اللي احنا محتاجينها عشان نشغل الايه السوفت وير بتاعنا، وبعدين بنسطب كل الديبندنسيز السوفت وير بيحتاجها عشان نشتغل. يعني احنا مثلا لو بنرن جافا ابلكيشن، فاحنا محتاجين نسطب على الاوبريتنج سيستم دهوت او على الفيزيكال سيرفر اللي عليه اوبريتنج سيستم جي في ام عشان نقدر نشغل الابلكيشن. بعد كل ده كنا بنشغل الابلكيشن. طيب تعالى نتصور مع بعض كان شكل التراديشنال ديبلويمنت ازاي. بيبقى عندنا هاردوير لاير، فوق الهاردوير لاير عندنا اوبريتنج سيستم لاير، وفوق الاوبريتنج سيستم عندنا الابلكيشن الاول والابلكيشن الثاني والابلكيشن الثالث. طيب ايه الايشوز اللي ظهرت مع التراديشنال ديبلويمنت؟ اشهر ايشو هي الايزوليشن، ان ما بقاش في او ما فيش ايزوليشن ما بين كل ابلكيشن. كل ابلكيشن مش بيرن لوحده في ايزوليتد يوزر سبيس او في ايزوليتد سبيس. الابلكيشن الاول بياكسس الريسورسز يقدر ياكسس الكونتنت بتاع الابلكيشن الثاني، وبياكسس الريسورسز بتاعت الابلكيشن الثاني، والابلكيشن الثاني بياخد شيرد ريسورسز مع الابلكيشن الاول والثالث. فبالتالي في ايزوليشن بروبلم، وما نقدرش ان احنا نتحكم في ان كل ابلكيشن يقدر ياخد قد ايه وما ياخدش قد ايه، ويقدر يشوف ايه وما يقدرش يشوف ايه، ودي مشكله كبيره جدا. طيب تاني مشكله هي السكيلينج. كنا ازاي بنسكيل الفيزيكال التراديشنال ديبلويمنت؟ الريسورسز مش يوتيلايزد ومش عارف اسكيل ازاي. عندنا نوعين من السكيلينج، الفيرتيكال والهوريزونتال سكيلينج. انك تسكيل في نفس مكانك، وانك تسكيل بسيرفرات كتيره جدا جنب بعضيها. تالت حاجه ان اصلا مانجنج السيرفرات الكتيره، الفيزيكال سيرفرز الكتيره في الاورجنايزيشنز، ده مكلف جدا، مكلف وقت ومكلف جهد ومكلف فلوس. فالتراديشنال ديبلويمنت ما كانش حاجه ناجحه، ومن هنا بدات الناس تفكر في الفيرتشواليزيشن. ازاي الفيرتشواليزيشن حل مشاكل التراديشنال ديبلويمنت؟ طيب فيرتشواليزنج الهاردوير بيطلع لك فيرتشوال ماشينز. احفظوا المصطلح ده، virtualizing hardware produces virtual machines. فانا هعمل الهاردوير او الفيزيكال سيرفر اللي انا شغال عليه virtualization عشان اطلع virtual machines كتير. الفيرتشوال ماشين ديت بتشتغل، يعني الفيزيكال سيرفر الواحد عنده كذا فيرتشوال ماشين، والفيرتشوال ماشين بيشتغل مستقل بذاته، عليه الاوبريتنج سيستم. الفيرتشوال ماشين عليها الاوبريتنج سيستم بتاعها، عليها التولز واللايبريز والديبندنسيز بتاعتها، وعليها الابلكيشن الواحد او اكتر من ابلكيشن شغال اب اند رانينج. الفيرتشواليزيشن
بيخليك بسهولة جدا انك انت تضيف فيرتوال ماشين جديدة او تشيل فيرتوال ماشين، فبالتالي بتسهل عملية الاسكيلابيليتي. اكيد استنتجنا ان حاجتين، استنتجنا حاجة الريسورس يوتيلايزيشن، ان انت دلوقتي ما عندكش ويستد ريسورسز. انت لو عندك مثلا عاوز فيزيكال سيرفر او عاوز سيرفر يرن عليه ابلكيشن واحد او تو ابلكيشن، لو انت عندك التراديشنال ديبلويمنت انت عندك ويستد ريسورسز ما بتستخدمش. لا، في الفيرتشواليزيشن ما بقاش عندنا كده اهوت، لان احنا ممكن نكرييت فيرتشوال ماشين تانيه صغيره او عليها ابلكيشن صغير، فالريسورسز ما تضيعش مننا. والايزوليشن، مفيش فيرتشوال ماشين بتاكسس الفايلات او الريسورسز بتاعت الفيرتشوال ماشين التانيه. احنا دلوقتي نقدر نبالانس الريسورسز ونمنع اي فيرتشوال ماشين من ان هي تاكسس الفيرتشوال ماشين التانيه. فاكرين التراديشنال ديبلويمنت؟ تعال نتخيل دلوقتي ازاي الفيرتشوالايزد ديبلويمنت مقارنه بالتراديشنال ديبلويمنت. طبعا عندنا طبقه من الهاردوير، فوقيها طبقه من الاوبريتنج سيستم، فوقيها حاجه اسمها هايبر فايزر هنفهمها دلوقتي حالا بالتفصيل، فوقيها فيرتشوال ماشين، فوق الفيرتشوال ماشين دي او جوه الفيرتشوال ماشين دي عندنا اوبريتنج سيستم، عندنا الديبندنسيز اللي احنا محتاجينها واللايبريز اللي احنا محتاجينها. لو مثلا عندنا زي ما قلنا ابلكيشن جافا، ممكن نكون مسطبين هنا الجي في ام، وعندنا ابلكيشن او اكتر من ابلكيشن بيرنوا في نفس الوقت، وطبعا كل فيزيكال سيرفر ممكن يكون عليها اكتر من فيرتشوال ماشين. فبالتالي احنا كده تصورنا وتخيلنا الفيرتشوالايز ديبلويمنت وقارناه بالتراديشنال ديبلويمنت وفهمنا مميزات دوت وعيوب دوت. طيب ازاي بنعمل فيرتشوالايزيشن؟ احنا بنعمل فيرتشوالايزيشن بسبب الهايبر فايزر. طب ايه هو الهايبر فايزر؟ الهايبر فايزر ده كمبيوتر سوفت وير او فيرم وير او هارد وير بيخليك تران فيرتشوال ماشينز على فيزيكال هارد وير. الهايبر فايزر بيخليك تران كذا فيرتشوال ماشين في نفس الوقت، ووظيفته ان هو يوركستريت الفيزيكال هارد وير ويخليه فيرتشوال هارد وير يتقسم على الفيرتشوال ماشينز اللي شغاله على الفيزيكال هارد وير ده. هو عندنا نوعين من الهايبر فايزر، تعال نفهم ونتعلم دلوقتي النوع الاول. النوع الاول بيسموه تايب 1 او بيسموه نيتيف او بيسموه البير ميتال هايبر فايزر. طيب ايه اشهر امثله احنا عارفينها؟ الفي ام وير اي اس اكس والسيتريك زين سيرفر. معظم الناس اللي بتشتغل في بروجكتات في يونايتد ستيتس بتشتغل على فيرتشوال ماشينز، ساعات بيسموها في دي ايز، دايما بتشتغل على سيتريكس امبلمنتيشن او السيتريكس زين سيرفرز. تمام. طيب تعال نتخيل مع بعض او نحاول نفهم ايه شكل الهايبر فايزر التايب 1 او النيتف. بيبقى عندنا هاردوير، فوق الهاردوير ده على طول في الهايبر فايزر، وفوق الهايبر فايزر عندنا الجست اوبريتنج سيستم اللي هو الفيرتشوال ماشين الاولى، والجست اوبريتنج سيستم اللي هو الفيرتشوال ماشين الثانيه والثالثه. فور اكزامبل احنا في المثال ده عندنا او في التصور ده عندنا ثلاثه. فبالتالي احنا ما عندناش هنا هوست اوبريتنج سيستم، احنا بننزل الفيرتشوال ماشين مباشره على الهاردوير زي ما قلنا، زي في الفي ام وير اي اس اكس وفي الزين سيرفر. طيب اعتقد كده احنا غطينا تايب 1، تعال نتعلم مع بعض تايب 2. تايب 2 بيسموه تايب 2 او بيسموه الهوستد هايبرفايزر. ايه اشهر امثله؟ طبعا الفيرتشوال بوكس والفي ام وير بلاير، دول اشهر اثنين احنا اصلا تقريبا بنستخدمهم في البيت، وانا اعتقد دلوقتي انتوا تخيلتوا هيبقى شكله عامل ازاي. هيبقى عندنا طبقه من الهاردوير فوقيها هوست اوبريتنج سيستم، يبقى انا ما اقدرش يبقى عندي فيرتشوال ماشين من غير الهوست اوبريتنج سيستم، وبعد كده عندي الهايبرفايزر اللي الهوست اوبريتنج سيستم بيقدمه، وبعدين بيبقى عندنا الجست اوبريتنج سيستمز. تمام. فبالتالي التايب 2 مش نيتف، مش بيشتغل على الهاردوير مباشره، لازم يكون عنده هوست اوبريتنج سيستم بيمبلمنت الهايبرفايزر السوفت وير هايبرفايزر عشان اقدر يبقى عندي جست اوبريتنج سيستمز اللي هم الفيرتشوال ماشينز. اعتقد دلوقتي احنا فهمنا التراديشنال ديبلويمنت وفهمنا الفيرتشوالايز ديبلويمنت. ناقص لنا ايه؟ ناقص لنا الكونتينرايزيشن، ناقص لنا الكونتينرايزد ديبلويمنت. طيب تعال نتعلم ايه هو الكونتينرايزيشن. فاكرين الفيرتشواليزيشن كان ايه؟ فيرتشواليزنج الهاردوير بيطلع فيرتشوال ماشين. طب عارفين ايه هو الكونتينرايزيشن او ايه هو الكونتينر؟ فيرتشواليزنج اوبريتنج سيستم بروديوسز كونتينرز. يبقى الكونتينرايزيشن هو اصلا جزء من الفيرتشواليزيشن، بس الفرق من الفيرتشواليزيشن او الفرق ما بين الفيرتشواليزيشن والكونتينرايزيشن ان الفيرتشواليزيشن هو فيرتشواليزنج الهاردوير، لكن الكونتينرايزيشن هو فيرتشواليزنج السوفت وير او الاوبريتنج سيستم عشان نكون
دقيقين. الكونتينر هو عبارة عن virtual operating system، هو مش virtual machine، هو virtual operating system. تمام؟ الكونتينر هو عبارة عن abstraction من الoperating system، في packaging أو نقدر نعمل فيه packaging للكود بتاعنا والdependencies بتاعته، ونقدر نعمل standardized software. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن running يعني container executable، اقدر ارنه، اقدر اشغله، فبالتالي اقدر اباك الoperating system files اللي فيه، اللايبريز كلها، الديبندنسز كلها، الابلكيشن بتاعنا، ويبقى ستاندرد يونت اوف سوفت وير اقدر انقلها من مكان لمكان واقدر ارنها مباشره. الكونتينر بياخد مساحه اصغر بكتير جدا من الفيرتوال ماشين، وبالتالي اقدر ابوته بسرعه جدا، اقدر انقله بسرعه جدا، وفي نفس خصائص الفيرتواليزيشن لانه هو اصلا عباره عن فيرتواليزنج اوبريتنج سيستم، فبالتالي بيرن في ايزوليشن، ما بيقدرش يشوف الريسورسز اللي بتاعه الكونتينر اللي جنبه، واقدر احدد له الريسورسز اللي هو يستخدمها. فدي ميزه من المميزات اللي خلت الكونتينرايزيشن ينتشر انتشار فظيع في الفتره الاخيره. الكونتينرايزيشن بيليمينيت الانفراستراكشر ويستد ريسورسز. يعني ايه؟ الفيرتشوال ماشينز احنا قلنا تنز اوف جيجا بايت، فساعات بيبقى الفيزيكال سيرفر ستيل في ريسورسز اقدر استخدمها، بس انا ما بقدرش استخدمها، فالكونتينرايزيشن عشان بياخد مساحه صغيره فانا بقدر ايوتيلايز الريسورسز بتاعتي، واقدر استخدم كل الريسورسز بتاعت الفيزيكال سيرفر بتاعنا باقصى استفاده. فاكرين رسمه التراديشنال ديبلويمنت؟ فاكرين رسمه الفيرتشوالايز ديبلويمنت؟ هيبقى شكله ايه الكونتينر ديبلويمنت؟ طيب اكيد طبعا عندنا لاير من الهاردوير، فوقيها لاير من الاوبريتنج سيستم، مفيش هايبرفايزر، لكن في كونتينر ران تايم، وهنعرف ايه الكونتينر ران تايم في السلايدز الجايه. فوق الكونتينر ران تايم او الكونتينر، ساعات بيسموه الكونتينر انجن، تمام، بيبقى عندنا كونتينر. الكونتينر دوت بيبقى جواه ايه؟ جواه الباينريز واللايبريز اللي احنا محتاجينها، وجواه الابلكيشن. وزي ما قلنا من البيست براكتس ان احنا الكونتينر الواحد يكون عنده او فيه ابلكيشن واحد بس. واخدين بالكم من حاجه؟ مفيش اوبريتنج سيستم، لان زي ما قلنا الكونتينر ده ابستراكشن من الاندرلاينج اوبريتنج سيستم، يعني هو ابستراكشن من الاوبريتنج سيستم اللي هو شغال عليه، هو فيرتشوال اوبريتنج سيستم، هو مش اوبريتنج سيستم حقيقي، فبالتالي هو بيستخدم الاوبريتنج سيستم اللي هو شغال تحتيه زي ما موجود عندنا في الرسم هنا، وبيوركستريت الكوميونيكيشن ما بين الكونتينر والاوبريتنج سيستم، الكونتينر انجن او الكونتينر ران تايم. وطبعا كل فيزيكال سيرفر بيقدر يكون عنده اكتر من كونتينر. زي ما سالنا نفسنا سؤال ازاي الفيرتشواليزيشن ممكن، هنسال نفسنا نفس السؤال ازاي الكونتينرايزيشن ممكن. الكونتينرايزيشن ممكن بسبب الاو اس ليفل فيرتشواليزيشن. طيب ايه هو الاو اس ليفل فيرتشواليزيشن؟ الاو اس ليفل فيرتشواليزيشن دوت هو نموذج بيخليك تقدر تعمل فيرتشواليزيشن للاوبريتنج سيستم اللي انت بتشتغل عليه، ويطلع ايزوليتد يوزر سبيسز تقدر تشتغل في ايزوليشن جنب بعض. الايزوليتد يوزر سبيسز دي هي الكونتينرز، يبقى الكونتينر ما هو الا ايزوليتد يوزر سبيسز. طيب اللي تحت الكونتينر هو ايه؟ الكونتينر انجن. يبقى الكونتينر انجن هو السوليوشن اللي بيخليك تعمل اوبريتنج سيستم فيرتشواليزيشن. طيب حلو جدا. الكونتينر انجن دوت هو مانجد انفايرمنت، تقدر تديبلوي الكونتينرز، وتقدر تاندبلوي الكونتينرز، تقدر تسكيلها، تقدر تقول لها تتكلم مع انه كونتينر وما تتكلمش مع انه كونتينر، وتقدر تقول لها تاخد قد ايه ريسورسز من الجهاز او ما تاخدش قد ايه ريسورسز من الجهاز. الكونتينرز ليها اسماء كتير، احنا اتربط في دماغنا كلمة كونتينر، بس هو مش مربوطة بكل السوليوشنز اللي في الماركت. احنا فهمنا الكونتينر هو يوزر سبيس، والكونتينر انجن هو السوليوشن بتاع الاو اس ليفل فيرتشواليزيشن. طيب في الدوكر اللي هو في الدوكر الكونتينر اليوزر سبيس هو الكونتينر. الدوكر هو ايه؟ هو الاو اس ليفل فيرتشواليزيشن سوليوشن. يبقى الانجن بتاع الدوكر هو الاوبريتنج سيستم ليفل فيرتشواليزيشن، و الكونتينر هو اليوزر سبيس. طب ايه السوليوشنز الموجوده التاني؟ عندنا مثلا لينكس كونتينرز. اللينكس كونتينر هو الاو اس ليفل فيرتشواليزيشن انجن، واليوزر سبيس هو الكونتينر.
طب في سوليوشنز تانية؟ اه في سوليوشنز تانية. عندنا مثلا الاوبن في زي. الاوبن في زي هو الاو اس ليفل فيرتشواليزيشن انجن، والفي بي اس هي اليوزر سبيس، هي انا ما اسمهاش كونتينر، اسمها في بي اس. طب في تاني؟ اه عندنا مثلا الدراجون فلاي بي اس دي، هو الاو اس ليفل فيرتشواليزيشن انجن، وكل يوزر سبيس اسمها فيرتشوال كيرنل. احنا بكده نبقى تقريبا انتهينا من الفيرتشواليزيشن والكونتينرايزيشن والتراديشنال ديبلويمنت، وحكينا القصه كلها وتقريبا فهمنا كل المصطلحات. فتعال نلخص الموضوع بصوره سريعه. كلمه فيرتشواليزيشن نقدر نشغلها على الهاردوير وعلى الاوبريتنج سيستم. لو عملنا هاردوير فيرتشواليزيشن هنطلع فيرتشوال ماشينز، ولو عملنا Operating System Virtualization هنطلع Containers. معانا دلوقتي أول الأسئلة من اللي يعني تقريبا جت في ذهني وبتيجي في ذهن ناس كتير جدا، هو ليه الكونتينر أو الكونتينرز popular جدا، مشهورة، كل الناس بتتكلم عنها وفيها buzzwords كتير، والناس كلها بتتكلم إن لازم نروح للكونتينرايزيشن أو الكونتينر وهكذا. النقطة الأولى من وجهة نظري، انا رصيت شوية حاجات اللي انا حاسس ان هي مفيدة جدا او مهمة جدا، او هي ديت الكيلر بوينتس. اول حاجة الريسورس ايزوليشن، ان الكونتينر الاول ما يقدرش اكسس الريسورسز اللي في الكونتينر التاني، والكونتينر التاني ما يقدرش اكسس الريسورسز اللي في الكونتينر التالت، الا لو انا طبعا عملت كونفيجريشن للكلام ده. والريسورسز هنا احنا بنتكلم مثلا، مش بنتكلم قصدي فقط على الريسورسز ان هو يقدر يشوف الملفات مثلا، لا دي احنا كده، يبقى احنا مش هي دي كل فكرة الايزوليشن. الايزوليشن برضو مثلا الميموري والبروسيسنج، وبالتالي انا اقدر يبقى عندي بريدكشن للابلكيشن بيرفورمانس، ان الكونتينر ده المفروض مثلا ما ياخدش اكتر من 1 جيجا بايت، وما ياخدش مثلا اكتر من 1 كور سي بي يو مثلا. فبالتالي عندي بريدكتد الكونتينر بيرن في ايزوليشن وذ بريدكتد بيرفورمانس. طيب النقطة الثانية بعد الريسورس ايزوليشن هي الريسورس يوتيلايزيشن، ان انا دلوقتي عندي هاي افشنسي ودنستي في ازاي ان انا اوزع الريسورسز بتاعتي. اقدر بسهولة جدا في اللمح، يعني في الانفراستراكشرز الجديده في لمح البصر، بقدر انقل كونتينر من وان فيزيكال سيرفر او من وان كونتينر انجن لوان كونتينر انجن تاني. فدي برضو ميزه فظيعه جدا، فكره الريسورس يوتيلايزيشن، وان انا ما عنديش تقريبا ويستد ريسورسز في الانفراستراكشر بتاعتي. من مميزات لوزلي كابلد، انا دلوقتي بدل ما يبقى عندي فيرتشوال ماشين عليها اكتر من برنامج واحد او اكتر، او عندي فيزيكال سيرفر عليه كذا برنامج في نفس الوقت، او اضيعه ببرنامج واحد، انا قدرت اكسر الفيزيكال سيرفر لسيرفرات صغيره جدا كتيره بتحكم فيها بسهوله، واقدر انقلها من مكان لمكان بسهوله جدا. فبالتالي عملت لي خلتني افصل ال الابلكيشنز بتاعتي من مونوليثيك ابلكيشن لمايكرو سيرفيسز، احنا اكيد سمعنا المصطلحات ديت، واقدر اعملها ديستريبيوشن واخليها الاستيك، اقدر اسكيلها بسهوله جدا. ودي بيسموها ليبريشن او التحرر. الجزء المفضل بتاعي ات وركد اون ماي ماشين، الكونتينر عشان مساحته صغيره جدا، الانفايرمنت بتاعته فيري ريستريكتد، يعني انا بقدر اتحكم في الاوبريتنج سيستم وفي اللايبريز وفي الاكسكيوتابل، فبقدر ارن بسهوله جدا لوكالي، وبقدر ارن نفس النسخه اللي انا عملت لها تيستينج لوكالي في البرودكشن او في الستيجنج انفايرمنت. فبالتالي بإليمينيت كلمه ات وركد اون ماي ماشين بتاعت الديفلوبرز. اخر حاجه هي الاجايل ابلكيشن كرييشن، ان انا اقدر بسهوله جدا اكريت ابلكيشن من الديفلوبر برسبكتيف، واقدر انقله باجيلتي او بسهوله جدا للبرودكشن. ومن هنا كانت فكره ان تاورد ان اجايل انفراستراكشر، ان انا اقدر اكسر الانفراستراكشر بتاعتي لبرامج صغيره contained في كونتينر، واقدر انقلها من مكان لمكان بسهوله. فبالتالي بقت الانفايرمنت بتاعتي صغيره جدا، فولي يوتيلايزد، بورتابل اند اجايل. مصطلح عدى عليا كذا مره واتسالت فيه كتير، ايه الهايبرد كونتينر اركتكتشر؟ ببساطه جدا الهايبرد كونتينر اركتكتشر هو اللي احنا اتعلمناه كله، هو الفيرتشواليزيشن والكونتينرايزيشن مع بعض. تمام، طب ازاي؟ انك انت ممكن تاخد الكونتينر انجن تسطبه على فيرتوال ماشين، الكونتينر انجن تسطبه على فيرتوال ماشين وترن كل فيرتوال ماشين عندها كونتينر انجن. تعالوا نتخيل الهايبرد كونتينر اركتكتشر دلوقتي هيكون عامل ازاي. هيكون عندنا طبقه من الهاردوير
فوقيها الهايبرفايزر اللي بيخلي الفيرتشواليزيشن بوسيبل، وبعدين عندنا الهوست اوبريتنج سيستم، فوقيه الفيرتشوال ماشين، جوه الفيرتشوال ماشين الجيست اوبريتنج سيستم، وفوق الجيست اوبريتنج سيستم هو الكونتينر ران تايم، وبعدين الكونتينر الاول والثاني والثالث. وطبعا ممكن يكون عندنا فيرتشوال ماشين ثاني على جيست اوبريتنج سيستم وكونتينر انجن ثاني او كونتينر ران تايم ثاني، وعليه الكونتينر الاول والثاني والثالث. بكده اعتقد ان احنا تخيلنا وفهمنا كويس جدا الهايبرد كونتينر اركتكتشر. والهايبر كونتينر اركتكتشر من الحاجات اللي انا بشجع عليها، سواء ان انا اري انفست الانفراستراكشر اللي عندي، او سواء ان انا ممكن اتست شويه حاجات مثلا على الجهاز بتاعي بدل ما انا انزل دايركتلي الكونتينر ران تايم على الاوبريتنج سيستم بتاعي، لا ممكن اخليه فيرتشوال ماشين. فانا من الناس اللي بتشجع على الهايبرد كونتينر اركتكتشر. نيجي بقى للسؤال الثالث، هل ويندوز عندها نيتف كونتينرز؟ الاجابه ان ويندوز ما عندهاش نيتف لينكس كونتينر، بس عندها نيتف ويندوز كونتينرز. يعني ايه الكلام ده؟ هو يعني مايكروسوفت قدرت تعمل فيرتشواليزيشن للويندوز اوبريتنج سيستم وطلعت منه فيرتشوال اوبريتنج سيستمز اللي هم الكونتينرز بس ويندوز، لكن طبعا ما قدرتش تعمل فيرتشواليزيشن للاو اس اللي هو الويندوز وتطلع منه لينكس كونتينرز. طب هل مايكروسوفت عندها حاجه تانية نيتف؟ مايكروسوفت عندها حاجه اسمها هايبر في، دوت النيتف امبلمنتيشن للهايبر فايزر، بتخليك عندك نيتف فيرتشوال ماشينز جوه الويندوز تقدر تستخدمها كانهم على الويندوز ذات نفسه. اشهر امبلمنتيشن احنا عارفينه هو الويندوز لينكس سب سيستم او باش اون ويندوز. لما بتنزل ويندوز 10، معظم الناس اللي دلوقتي شغالين بويندوز 10 بتقدر تاد فيتشر اد وريموف بروجرامز وتانيبل الويندوز لينكس سب سيستم، وتيجي من الستور مايكروسوفت ستور داونلود اوبونتو فور اكزامبل، وكانها عندها اوبونتو باش موجوده جوه الويندوز. فالنيتف والسيملس انتجريشن دوت بفضل الهايبرفايزر اللي هو النيتف الهايبر في اللي هو النيتف هايبرفايزر امبلمنتيشن. طب هل هم مايكروسوفت شغاله في الوقت الحالي على او اس ليفل فيرتشواليزيشن يطلع لينكس؟ ويندوز شغاله على مايكروسوفت شغاله على ويندوز او اس ليفل فيرتشواليزيشن يطلع لينكس كونتينرز، بان هم يدمجوا الهايبر في الهايبرفايزر سوليوشن اللي هم الهايبرفايزر امبلمنتيشن بتاعهم، ويحاولوا يطلعوا منه لينكس فيرتشوال لينكس اوبريتنج سيستم، او بعد ما اتعلمنا لينكس كونتينرز. واخيرا ما تنسوش تبصوا على المصادر اللي احنا طلعنا منها الليكتشر دي، المصادر كلها موجوده هنا اهوت في الليكتشر نوتس، هنلاقيها على الويب سايت بتاعنا ان شاء الله www.gability.com. ارجو انكم انتوا تخشوا وتبصوا بص على المصادر وتبصوا على الليكتشر نوتس، وارجو انكم انتوا تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا. وان شاء الله المره الجايه هناخد امبلمنتيشن للكونتينر ران تايم او الكونتينر انجن، وهنبدا او هنشتغل على الموست بوبولار كونتينر انجن في الماركت دلوقتي وهو الدوكر. اتمنى انكم تتابعونا. السلام عليكم.